مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. هادشي اللي غتسمعوه الاخوان خطير وخطير وخطير وخطير. واحد الشخص حسب بعض المصادر بانه تهجم على عنصر من عناصر ديال القوات المساعدة أثناء تأدية الواجب المهني. هاد الناس كانوا دايرين حملة ديال تحرير الملك العمومي، حتى كيتفاجئوا بواحد الشخص اللي حسب بعض المصادر بأنه بائع متجول، تهجم على ذاك الشخص اللي هو عنصر ديال القوات المساعدة، تهجم عليه بجوج ديال الجناوة الإخوان، جوج ديال الجناوة، ضربوا بوحده صرفقوا بها كيف ما كنقولوا، والثانيه بقى كيدوز عليه محدا وجهو. هذا الشيء حسب ما توصلت به. هذا الشخص لدابا الاخوان لدابا راه باقي كيقلبوا عليه البوليس، ومازال ما تشدش الى حد الساعه، مازال البوليس كيقلبوا عليه الى حد الان الاخوان. راه البوليس كيدوروا الدائره 15 والدراري ديال الدار الحمراء راهم كيدوروا باش يشدوا هذا الشخص، ولكن لحد الان راه مازال ما تشدش الى حدود هاد الساعه اللي دايرين حنا في هذا البث المباشر. فالمعلومه اللي توصلت بها اخوتي هو ان واحد الشخص بائع متجول تهجم على عنصر من عناصر القوات المساعده، تهجم عليه بجوج ديال الجناوة، جوج ديال الجناوة، أي كيف ما كتسمعوا، جوج ديال الجناوة، الأولى صرفقوا بها، والثانية كيدوز عليه من حدا وجهو، والبوليس راهم كيقلبوا عليه لدابا، ولكن راه باقي هربان ومازال ما مشدوش. فهذه معلومة وصلتني وبغيت نبارطاجيها معكم باش تعرفوا شنو واقع في الحي الحسني هنا في مدينة الدار البيضاء، وبالضبط شارع أفغانستان بالقرب من مدرسة الأخطل. عنصر ديال القوات المساعدة الإخوان مخزني كيتعرض للتهجم والسب والقذف أثناء تأدية الواجب المهني. هذا الشخص مالي هوالو، خدام عنده تعليمات كيدير بالتعليمات اللي كتجيه من عند السيبيريور ديالو، حتى كيتفاجأ بهذا الشخص اللي هو بائع متجول جبد جوج ديال الجناوة ضربو باللولة صرفاقة، يعني ما ضربوش بالجهة الماضية، ضربو المهم نتمنى على انكم تكونوا فهمتوني، صرفقوا بالجنوية، والجنوية الثانية الإخوان بقى كيدوز عليه على وجهه. هادشي توصلت به من بعد المصادر ومن بعد الفعاليات ديال المجتمع المدني. وبارطاجيته معاكم. لحد الآن البوليس راهم دايرين، راهم كيدوروا، مازال كيقلبوا على هاد السيد، مازال ما تشدش إلى حدود هاد الساعة اللي داير فينا اللايف. ضربوا وهرب البوليس، هما دابا راه خارجين كيقلبوا على الشخص هذا، ولكن مازال ما شدوش الى حدود الساعه. هذا الشيء خطير الاخوان وما كيدخلش العقل، والله يهدي مخلق. ماشي جميع الاشياء كتحل بالعنف وبالضرب، كاين الحوار، كاين الهضره، كاين قانون، ماشي اي حاجه نستعملوا فيها الجناوه ونبغيو نضربوا مع بنادم لا ما مقبولاش. فاحنا الاخوان كنتواجدوا امام المنطقه الامنيه ديال الحي الحسني، البوليس مازال كيقلبوا عليه الى حدود الساعه، مازال كيقلبوا عليه.
وما زال ما تشدش لحد الآن. راه مشاو كيقلبوا عليه، مشاو لدارهم ولكن ما لقاوش الإخوان. هذا عنصر ديال القوات المساعدة مخزني. كتعرفوا الحملة فاش كتكون، كيكون فيها القيد، كتكون فيها الأعوان السلطة، كيكونوا فيها المخازنية اللي هما العناصر ديال القوات المساعدة، كيكونوا فيها رجال الأمن. هاد السيد واقف جهة مدرسة الأخطل، حتى كيتفاجأ بهاد السيد جالي بجوج ديال الجنويات الإخوان، صرفقوا بالأولى والثانية بقى كيدوزها ليه على وجهه. أيا الإخوان، حنا في 2023 شهر تسعود، شوفوا شنو واقع. إلا هاد السيد هذا دار لك شي حاجة فكاين قانون في البلاد، غتقصد البوليس، غتقصد المحكمة، غتقصد السلطات. أما شرع اليد ما كيبغي حتى شي واحد. ني البوليس راهم كيقلبوا عليه، راهم بالزي المدني، راهم خارجين بالطوموبيلات، ولكن مازال ما تشدش لحد الآن. إلى حدود الساعة الإخوان، هادشي وقع حدا مدرسة الأخطل. أنا غنحاول ندوركم باش نوريكم البلاصة اللي وقعت فيها الواقعة باش تشوفوا. مدرسة الأخطل الإخوان، حي الحسني، شارع أفغانستان. ضرب المخزني بجوج جنويات، الجنوية الأولى صرفقوا بها والثانية بقى كيدوز عليه على وجهه، راه مازال ما تشدش لحد الآن. أنا بغيت نديكم للبلاصة فين وقع المشكل. هذا فروج، حنا في شارع بنو سينا. اتفق معاكم، الحق راه ما كيبغيها حتى شي واحد، ولكن التعدو حتى وراه ما كيبغيها حتى شي واحد. يعني باش تجي وتهجم على هاد العنصر ديال القوات المساعدة بجوج جنويات، لا. أنا الإخوان دابا غادي لشارع أفغانستان. هما البوليس، البوليس هما واقفين دابا هنا في هاد الدخلة هادي اللي وريتكم، وعلى ما أظن أنه كيسكن في هاد البلاصة هادي. حسن عوان الوالدين هما اللي كيبقاو في هادشي كامل، يحسن عوانهم. وغير للإشارة الإخوان، السلطات المحلية بما فيهم أعوان ديال السلطة حتى هما وضعوا شكاية بهذا الشخص، لأن حسب ما سمعت بأنه مشى كيقلب عليهم، كيقول لهم أنا غادي للحبس غادي، اللهم نضرب شي واحد نخسره أو لا نقتل شي واحد. هادشي اللي سمعت الإخوان، هادشي أنا ما حاضرش ليه، ولكن اللي سمعت من بعض المصادر الموثوقة. المشكل وقع في شارع أفغانستان، أنا على مقربة من البلاصة فين وقع المشكل. هنا حدا مدرسة الأخطل الإخوان، جيت مدرسة الأخطل، كانت الحملة ديال تحرير الملك العمومي، وجبد زوج ديال الجنويات، صرفقوا بالأولى والثانية بقى كيدوز عليهم حدا وجهه. انا غادي بكم البلاصه فين وقع المشكل. هنا الاخوان، هنا في هذه البلاصه هذه، حدا هذه البلاصه هذه الاخوان، حدا هذه البلاصه هذه، حدا هذه البلاصه بالضبط، حداها بالضبط، هنايا هنا بالضبط الاخوان، هذه الجريده هذه حدا بالضبط فين وقع المشكل. هنا الناس اللي كيعرفوا هذه البلاصه هذه، راه حدا الجرده، حدا الباب ديال مدرسه الاخطل، في هذيك الدخيل تما فين وقع المشكل، امام اعين المغاربه وامام اعين اعوان السلطه. بما انه حامل للسلاح الابيض ما يقدروش يقربوا ليه، دار لي دار وهرب، ومازال ما تشدش الى حدود هاد الساعات. الله يدير شي تاويل ديال الخير. الشكايه راه كاينه عند الدائره 15،
دار هذاك العنصر ديال القوات المساعده وداروها الاعوان ديال السلطه، لانه ولاو خايفين على راسهم. يقولك بأما انه باقي كيدور يقدر يتربص ليهم يقدر يضربهم، المهم ولاو خايفين على راسهم. الله يدير شي تاويل الخير اخوتي، الله يدير شي تاويل الخير، وهادشي راه ولا كيخلع بزاف. الحمله على كل شيء، وفاش كتكون الحمله راه كتكون في جميع القطاعات وجميع العمالات. يلا دار الموفمون، تحركوا القياد، كل واحد فين مشى، كل واحد جابوه من قنت، تعطى قرار ديال تحرير الملك العام. هذوك الناس راه ماشي غير كيجيو وكينوضوا كيقولك غنديروا حمله. هاد الناس كتجيهم تعليمات من العماله ومن الناس اللي سيبيريور عليهم انهم خصهم يديروا حمله ديال تحرير الملك العمومي، فما هما الا كيطبقوا غير القانون. الا كان شي مشكل ما عليك غير تقصد العماله، ما عليك غير تقصد العماله او لا المحكمه البوليس. هما كنظن بانه كيسكن هنا واقيلا الله يدير شي تاويل الخير، والله يدي ما خلق. الحبس ما كتبغي حتى شي واحد، وندامه ما كتنفع حتى شي حاجه. الكون نون ما عندها باش تفيد. فحاليا اخوتي البوليس راهم كيدوروا بالزي المدني وفي السيارات خاصة، وكاينه دوريه ديال البوليس كيدوروا كيقلبوا على السيد هذا، كيقلبوا عليه. الا شدوه غادي يديروا معاه فقط اللازم. هذا الحي الحسني، البوليس راهم كيدوروا دابا. وصلتني المعلومه من مصدر موثوق بان هذاك الشخص مازال ما تشدش. المهم الله يدير شي تاويل الخير الاخوان، الله يدير شي تاويل الخير، وهذاك العنصر ديال القوات المساعده الله يشوف من حاله، لانه تضرب بجنويه تصرفق بالجنويه وهو كيأدي الواجب المهني، هو خدام ماشي خارج السيرفيس. الله يدير شي تاويل الخير الاخوان، الله يدير شي تاويل ديال الخير. وراه حتى واحد ما لقاها كيف ما بغى، حتى واحد ما لقاها كيف ما بغى. يعني راه كتزاد كتخدم كتضرب تماره، وداكشي اللي بغيتي راه خصك تخدم عليه وتضرب عليه تماره باش توصل ليه. المهم هاد السيد هذا هو بائع متجول، عنده شي طابله، خدام على راسو. جات الحمله، داو ليهم السلعه على ما اظن، داو ليهم الكرارس، ما عجبوش الحال، جبد جوج جنويات، صرفق العنصر ديال القوات المساعده، ضربوا بالجنويه والثانية بقى كيدوز عليه من حدا وجهو. الجنوية الثانية بقى كيدوز عليه من حدا وجهو. المهم البوليس أنا بالحي الحسني الكنزيام الدار الحمراء راهم كيقلبوا كيدوروا باش يشدوا هاد السيد هذا. بارطاج الإخوان بحال هاد الأفعال ما كنبغيوهاش. هذاك السيد خدام على وليداته، وداك السيد تا هو خدام على وليداته. حتى واحد ما غتبغي تظلم، حتى واحد ما غتبغي يمشي ليه ديالو، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هاد الدري تهور وجبد الجنويه وضرب العنصر ديال القوات المساعده، ضربو بالصرفيقه وبدا كيهيب عليه بالجنويه الاخرى. والبوليس كيدخلوا على الخط راهم كيقلبوا عليه ومازال ما تشدش لحد الساعه.
مازال ما تشدش. يعني الضريبه ديال العمل والضريبه ديال الواجب المهني، يلا مات بوليسي بسبب متهور دخل فيه بالموتور لحقاش ما بغاش يمتثل، دخل فيه بموتور سي 50 دراجه ناريه معدله، السيد مات واللي دارت شي راه في الحبس، وليدات البوليسي راهم تيتموا على باهم. وتخيلوا معايا دابا هذا العنصر ديال القوات المساعده كنت خسر في وجهه، تخيلوا معايا كنت خسر في وجهه، او لا هذيك الجنويه دقات ليه في كرشو ولا دقا ليه في شي بلاصه، الدم كيكون سخون واللي هاز جوج جنويات راه يقدر يضرب. يعني كيف ما صرفقوا بها يقدر يدقها فيه. المهم الله يدير شي تاويد الخير وغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. البوليس راهم كيدوروا بسيارات خاصه وبالزي المدني، وكاينه دوريه حتى هي كدور في الحي الحسني باش الا شدوا هذا الشخص هذا يحيلوا على النيابه العامه. الشكايه راه مديوره في الكنزيام الدار الحمراء، كلشي في خبارو ان هذا العنصر ديال القوات المساعده تضرب بجنويه صرفق بها، والاعوان ديال السلطه كيتلقاو تهديدات ولاو خايفين على راسهم. هاد الحملات ديال تحرير الملك العمومي راه غير حملات وفيتين، راه ما يبقاوش طول السنه مره في شحال، حتى كتجيهم التعليمات من العماله اذا كاين شي مشكل او لا شي حاجه فقصد العماله ولا قصد المحكمه، راه الابواب مفتوحه للجميع. وغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير الاخوه.